سالي، امبارح افتتح نشاطات على مسرح دار الأوبرا وكان في حفل ضخم للفنانة ميادة الحناوي. التفاصيل راح تكون مع زميلتنا ربا صالح. بعد هالفترة الطويلة كانت رائعة جدا جدا جدا، لا توصف الحقيقة. يعني إنه بلدي الحمد لله تعافت ورجعت، وهالجمهور الرائع اللي كان موجود السميع، يعني أنا بأحلى حالاتي اليوم. سعيدة جدا جدا إن سوريا رجعت وعادت بقوة، وفي احتفالات وفي أفراح، يعني زي ما نشاركوا الأوقات الصعبة كمان نشاركوا الأوقات الحلوة. ويعني سوريا دلوقتي سوريا العزة والانتصار والكرامة، كل شيء جميل، فإحنا بنشاركوا الفرحة دي، وإن شاء الله الفرحة الكبرى بقى لما يكون الانتصار كامل تماما، وهكون أول واحدة تحتفل معاكم. كثير حلو. بالفترات الماضية انقطعت السيدة ميادة عن الغناء بالأماكن العظيمة مثل هالمكان. سعيدين جدا بعودتها، سعيدين بأنها بصحة جيدة وأنه حيسمعها جمهور كبير، لأنه الإقبال حيكون فظيع. ميادة حناوي بالنسبة لي هي العشق، هي الفن، هي الحلم الكبير اللي كنت أنا أحلم أني أنا أكون بعض منه. يعني أنا تربيت، باعتباري أنا حلبية، فتربيت على صوت ميادة الحناوي. حتى لما كنت حدا يقول لي أنه بتسمعينا صوتك، أنه أنا لون إيه، أنا بغني فغني نعمة النسيان. ست ميادة مطربة سورية راقية، ونحبها كلياتنا، وبيلبق لنا هيك نفرح بهالوقت هذا العصيب، يعني اللي الحمد لله الله هيك جبر بخاطر سوريا. I love you.